مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نحن معكم مباشرة من طرابلس. طبعا يعني ساعات قليلة غدا مساء ستأتي أول عاصفة إلى لبنان في هذا الفصل، خصوصا وأننا ودعنا فصل الصيف منذ أيام قليلة. هنالك حماسة يمكننا القول عند الكثير من المواطنين الذين ينتظرون فصل الشتاء بفارغ الصبر، خصوصا مع موجات الحر الكبيرة التي شهدونها خلال هذا الصيف. نود أن نشير أيضا إلى أن الموجة ستشتد، ستبدأ. مرحبا مدام، كيفك؟ أنت من جامعة الصيف ولا الشتوية؟ ما مطلع صورتك. طيب، أنت بتحب الصيف ولا الشتاء؟ بليز بليز. طيب خلينا نكمل. يعني نحكي مع هيدول الصبايا. مرحبا صبايا، ما مطلع صورتك. مرحبا صبايا، أنتم من جامعة الصيف ولا الشتاء؟ الصيف. الصيف ولا الشتاء؟ الصيف. بعد كل الشوب اللي إجا واللي مرق، ما بعدكم مصرين بالصيف؟ أكيد مع الصيف. لأنه بالصيف بنعمل أكتيفيتي أكثر وبنروح بنجي، بالشتوية بنضل بننحصر بين دراسة ومدارس كمان، يعني الشتوية كلياتها. هلا شو بدنا بالمدارس؟ الطقس. كطقس؟ أيوة بتحبوا أكثر؟ أكيد الشتوية أحلى. أنت؟ مصر على الصيف. رغم كل شيء صار فيكم هيدي الصيف. معكم خبر إنه بكرة حتوصل لتوصل العاصفة على لبنان؟ صراحة سمعت فيها بس ما كتير مأكد من الموضوع، من كتر الشوب بحس إنه ما بحس انه حتجي هالعاصفه. متحمسين لهيدي العاصفه ولا لا؟ لا اكيد لا، اكيد لا، ما حدا بتحمس العاصفه صراحه. ايه لانه كم بقى نلبس ثياب شتويه يفطسنا. يعني انت ايه مع الشتويه؟ انت بتحب الشتويه. شكرا. بدا نشير مشاهدينا الكرام الى انه يوم ال غدا مساء رح تبدا هيدي العاصفة. مرحبا شباب، انتم من الجامعات الصيفية ولا الشتوية؟ ما علي بعد ما نحكي. مرحبا مدام. مرحبا. مرحبا. نسألك سؤال. مرحبا شباب، نسألكم سؤال فينا؟ انا بعد يعني مش سياسي، بتحب الصيف ولا الشتاء؟ ما مبين صوتك. سياسي. سياسي. مرحبا شباب، انتم من جماعه الصيفيه ولا الشتويه؟ نحن اللي بيجي من الله يا محلاه. متحمسين لانه جاي عاصفه بكره؟ تجي اهلا وسهلا، شو بدنا نعمل لها يعني؟ لرب العالمين اللي بيبعثوا. هذا الشتويه ام الصيفيه؟ اكيد هلا هي الشتويه احلى، ولا احلى السجاد يعني بقوه. يا عبر عيونها. مرحبا صبايا، من جماعه الصيف ولا الشتاء؟ ما مبين صورتك. صيف ولا الشتاء؟ صيف. متحمسة لا لا. عرفتي قبل ما احكي. ايه لا لا صيف. بعد كل شيء صار هيدي الصيفية. ما انا كثير بحب الصيف. صيف ولا الشتاء؟ شتاء. حلو. خريف. متحمسة فعليا؟ خريف. متحمسة للعاصفة الجاية بكرة؟ لا ابدا. خريف. ماني ربح اكستريم هيك ولا هيك. خريف. والربيع كمان. خريف. برافو. مرحبا صبايا، من جامعة الصيف ولا الشتاء؟ الشتاء. ليه؟ لأنه بشوب كثير. متحمسة؟ متحمسة. ايه أكيد. متحمسين أنت بتحب الصيف ولا الشتاء؟ لا الشتاء. بغض النظر عن المدرسة. كلنا بنكره الشتوية كرمال المدرسة. كلنا متحمسين بس الشتوية. كلنا. أنا جامعة الشتوية. بس هيدي الصيفية شوبتنا. ايه هالصيفية شوبتنا كثير، عندنا كان مشاكل بتعرف شو هي، يعني كهرباء وايسيات ما في، يعني فطسنا. شكرا لكم. مرحبا، نسألكم سؤال، جامعة الصيف ما مبين صورتكم؟ ولا صورة. مرحبا. من جامعة الشتاء ولا الصيفية؟ لا الشتاء من بعد هالصيفية. متحمسي للعاصفة الجاية بكرة على لبنان؟ ليه في عاصفة؟ ما معي خبر. حتشتد يوم الثلاثة كثير. عن جد؟ ايه. شو بدنا نعمل؟ انبسطتي بالخبرية ولا لا طيب؟ لا أكيد لا ما انبسطت. ايه؟ عم تقول عاصفة. ما عم تقولي بتحبي الشتوية. ايه بس مش عاصفة، شتا شوي. يعطيك العافية. مرحبا شباب.
كمان انتم هذا صار بعد مرحبا اسالك سؤال ما مبين صورتك نحب الصيف ولا الشتاء كثير بسيط بعدين الله يرضى بعدين خلاص يلا هون مرحبا صبايا بتحبوا الصيف ولا الشتاء؟ انا صيف صيف ولا شتاء؟ لا صيف صيف ولا شتاء؟ شتاء متحمسي للعاصفة بكرة؟ ايه حتشتد يوم الثلاثة ايه طيب لحظة لحظة بعد كل شيء صار هيدي الصيفية من موجات حر بعدكم بتحبوا الصيف؟ شوف انا اصلا مش من هون انا مغتربة مش من هون من وين حضرتك؟ من الاردن اوكي بالاردن كمان شوب اكثر من هون حر اكثر من هون لا بالاردن الجو ادفى ابرد من هون ابرد يعني في برود بالليل بس انت مصره انه انت الصيف احلى من الشتاء انا بحب الصيف اوكي شكرا اهلا دكتور عندك كم عمليه هون طلبوها ايوه طيب انت من جماعه الصيف ولا الشتاء الصيف كمان بس مش هون الأردن. أنا عايشة بكاليفورنيا. كمان من الأردن؟ أنت؟ أنا أردن. حضرتك كمان من الأردن؟ لا. أوكي. طيب أنتوا مش مع بعض يعني؟ إحنا أخوي مش من الأردن. طيب مش علينا. حضرتك. هي بنات وأنا بنت. إيه أوكي. بس كيف عم بيكون الصيف بالأردن؟ كيف كان؟ السنة شو؟ بس عادة صيفيتنا كتير حلوة بتكون. بس السنة في رطوبة يمكن مثل لبنان لا احنا ما عنا رطوبة لانه عمان يعني عمان جاي على سبع جبال اوكي مش على البحر البحر الميت بيبعد عنا حوالي 80 كيلو والعقبة بتبعد 4 ساعات ايوه يعني بعاد كثير عن البحر هي اهم شيء اكثر شيء بداية الرطوبة شكرا كثير لكم طب وين حتشوفكم؟ SBI إذا مشاهدينا الكرام يعني هيدا هو عراق الناس عم بيكون وأغلبهم طبعا عم بيكون بحب الشتوية ومتحمسين كتير للعاصفة يلي حتكون يوم غد هيدا كان كل شيء مشاهدينا الكرام بكل جديد ودائما عبر صوت بيروت انترناشونال كان معكم غسان فران إلى اللقاء